نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلادنا يقول تكثر الفرق والأحزاب، وكل يوالي حزبه ويعادي البقية، فهل هذا من الدين؟ وماذا يكون موقفنا نحوهم؟ وهل يجوز لنا أن نجلس معهم؟ نعم، هذا التفرق والاختلاف بين المسلمين أمر منهي عنه، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم، وتوعدهم الله بالعذاب العظيم. المسلمون ليسوا إلا جماعة واحدة وأمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة واحدة، وأنا ربكم فاعبدوها. لا، ما في جماعات ولا في أحزاب، جماعة واحدة، حزب الله حزب واحد، على الحق على الهدى، إخوة متحابين، لا يكون بينهم سوء تفاهم وحزازات وعداوات، لا يجوز هذا بين المسلمين، وهذا يضعف الأمة، هذا يضعف الأمة ويشغل بعضها ببعض ويطمع العدو بها، هذا لا يرضاه الله عز وجل من المسلمين. هذه الأحزاب وهذه الجماعات لا يرضاها الله من المسلمين، واجب أن يكونوا جماعة واحدة وأمة واحدة ومنهجا واحدا، يتعاونون على البر والتقوى، هذا هو الواجب على المسلمين، يتوحدون على الحق. ما يقال توحدوا كل على مذهبه، لا، توحد على مذهب واحد، على مذهب الحق، منهج الحق، لأنه ما يمكن التوحد مع اختلاف المناهج والمذاهب، هذا مستحيل، ما يمكن هذا. وإن كانوا يطالبون الآن أننا نجتمع ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه وإلى آخره، هذا باطل، ومستحيل أيضا أننا نجتمع وبيننا خلاف، نسوي الخلاف الذي بيننا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالذين يريدون الحق يخضعون لهذا ويتفاهمون ويجتمعون، أما الذين يريدون أهواءهم ومصالحهم الخاصة فهؤلاء لا يستجيبون ولا يطيعون.